الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فذكرنا يوم أمس السبب الثاني من الأسباب التي تمحق الذنوب ألا وهو الاستغفار. قلنا هذه العبادة عبادة عظيمة جليلة عند الله تعالى، قد أمر الله تبارك وتعالى بها، وكان الأنبياء أيضا يدعون إليها كما قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال عز وجل: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا فيه الأمر بهذه العبادة وهي الاستغفار. وذكرنا أن هذه العبادة وفي قول أن تستغفر الله فيها معاني كثيرة جليلة ذكرناها، ومما يدل على فضل الاستغفار أنه يكفر الذنوب ويمحقها، كما قال تبارك وتعالى: ومن يؤمن بنفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بجنة عرضها السماوات والأرض للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء كاظمين غير عافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا أيضا فيه ما يدل على أن الاستغفار يمحق الذنوب ويمحوها كما ذكر كما دلت على ذلك الآية وذكر أهل العلم. والاستغفار قرين التوبة، فيكون الاستغفار من ذنب مضى، يدعو العبد ربه تبارك وتعالى أن يستره عليه وأن يمحوه عنه. والاستغفار الذي ينفع العبد هو ذاك الاستغفار الذي يواطئ القلب فيه اللسان ويتفق فيه العمل مع اللسان، لا يقول استغفر الله وقلبه لاهي شاهد ولا يزال هو مصرا على المعصية وعلى الذنب والإثم. فالذي يقول هذه الكلمة استغفر الله لا بد أن يكون مستجمعا لقلبه، مواطئا قلبه لسانه، ومواطئا لسانه قلبه، ومتفقا قلبه ولسانه مع عمله. ولهذا من يقول هذه الكلمة إما أن يكون على هذه الحال هذا هو الاستغفار النافع، وأما أن يقولها وهو لاه ساه وإن كان أفضل ممن يلهج لسانه بكلام لا ينفع وربما يضر، ولكن لا ينفعه كثيرا إذ لا يوجد التطابق والتوافق بين اللسان وبين القلب وبين العمل. فهذه الكلمة قوله أستغفر الله لا بد أن يكون المؤمن يجمع فيها هذا التوافق وهذا التطابق بين اللسان والقلب وكذلك العمل، بين اللسان والقلب وكذلك العمل. ومن فضل الاستغفار أن الله تبارك وتعالى قد تكفل لمن أتى به أن يغفر ذنبه، كما قال عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال: يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بملء السماء خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان عليك منك ولا أبالي، ولو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وهذا الحديث فيه الجمع بين الرجاء برحمة الله عز وجل وعفوه وغفرته، وبين توحيد الله عز وجل، وبين أيضا الاستغفار. فتكفل الله عز وجل لمن أتى به أن
يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن يمحو ذنبه كما دل على ذلك هذا الحديث. ومما يدل على فضل الاستغفار قوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن أتى فوجد في صحيفته استغفاراً كثيراً، استغفاراً كثيراً كما جاء في الحديث. وجاء أيضاً في أذكار كثيرة يحث عليه الصلاة والسلام ويرغب في الاستغفار، فبعد الوضوء ففيه دعاء في الاستغفار: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وكذلك بعد الصلاة: استغفر الله ثلاثاً. وكذلك بعد الحج ففيه الاستغفار أيضاً. وكذلك في عبادات كثيرة تختم بالاستغفار، تختم بالاستغفار، حتى أن مما ينبغي المسلم أن يأتي به كثرة الاستغفار حتى تكون خاتمته في الحياة بالاستغفار. ولهذا قال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. انتبه، لا تلعب بالجوال، انتبه للدرس، لا تشتغل بالجوال. فقال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففيه كما قال أهل العلم كابن رجب رحمه الله وغيره أن هذا فيه الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يلازم الاستغفار حتى إذا ما جاءته المنية كان قد خرج من هذه الدنيا بالاستغفار. وقال ابن عباس فيه هذه السورة: نعم النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن أجلك قد دنا، أي أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا. وإذا دنا الأجل فينبغي أن كثر الاستغفار. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن، يعني يعمل بهذه السورة، ها، فسبح بحمد ربك واستغفره. فملازمة الاستغفار حتى تخرج من الدنيا بالاستغفار إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون آخر العمل دائماً دائماً الاستغفار، آخر العمل دائماً الاستغفار. نعم. وحتى في الصلاة الليل قال عز وجل: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ختم الأعمال بالاستغفار، لأن الإنسان قد يقصر ولو أتى بالطاعة لكنه قد يقصر، فيستغفر الله تعالى، فيستغفر الله تعالى لتدارك ما قصر فيه، لتدارك ما قصر فيه. أنه شرب، كان يشرب الماء وفجأة أذن الأذان يعني الفجر، فما الحكم؟ لا شيء عليك. ويقول هذا: هل أخرج زكاة الفطر على الأشخاص الذين أفطرهم، يعني يأكلوا عندي في رمضان؟ إنما تخرج على من تتولى نفقته، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في رواية الدارقطني: على من يمونون، أي يتولى النفقة عليه.
ما الذي يلزم على من أفطر في رمضان بعذر المرض المزمن يعني الدائم لا يعتبر وبأمر من الطبيب المعالج؟ هل يتم إخراج الفدية أو الصيام بعد المعالجة؟ إذا كان يعلم أو يغلب على الظن أنه يبرأ من مرضه فينتظر حتى يبرأ ويقضي، وأما إذا كان الحكم الغالب أنه يعجز عن القضاء لأن المرض يمنعه فيطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. يقول بعضهم قد يلبس لباسا شفافا يأتي به المسجد وتظهر عورته، هذا لا بد أن ينتبه إليه، لا يجوز أن تلبس ثوبا يصف أو يشف، لا يصف العورة ولا يشف عليها، قد يكون فضفاضا لكن شفاف، إذا ركعت أو سجدت ظهرت عورته، هذا لا يجوز. ربنا تعالى قال: قل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، استدل بها العلماء على ستر العورة، فينبغي الاهتمام بها خاصة أقمصة بيضاء قد تكون شفافة وتظهر عورة الإنسان، ينبغي الانتباه لها. هذا تنبيه بالنسبة للنساء وكذلك هو حتى الرجال يعني. فبعضهم يأتي للأولاد يقول هذا أمس الولد يعني قد ترك فضلاته في المسجد وعانى النساء من تنظيفها، ينبغي الانتباه لهذا، ينبغي الانتباه لهذا. لذلك قبل أيام في واحد أيضا غلبه القيء فتركه لنا في آخر الصف وذهب وعانينا معه، الذي يأتي مثل هذا ويتغلب عليه قدر الله شرعه، لكن ينبه الأولاد تأتي بالأمهات أو الأبناء أو الأولاد الآباء يسوون حفاظ حفاظ حتى يحفظ ثوبه ويحفظ المسجد. المساجد رفعت لعناء ذكر الله ولتنقيتها ولتنظيفها، لا يجوز أنها تلطخ. قال عليه الصلاة والسلام إلى الأعرابي الذي دخلوا بين المسجد قال: إن هذا المسجد لا يصلح، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما هي لذكر الله. فينتبه إخواننا لهذا. بارك الله فيكم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.